بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل يا رب على جميع الأنبياء والمرسلين، لا إله إلا الله محمد. تشرفت ليلة 18 من شهر ذي الحجة بذكرى عيد القدير، صلوا على رسول اللهم صل على محمد وآل محمد. كما في الرواية أن مجموعة أتوا إلى الإمام الصادق عليه السلام فقالوا: يا ابن رسول الله، هل يوجد عيد غير الأعياد المعهودة أو المعروفة؟ فقال: نعم، وهو أفضلها وأشرفها وأكثرها حرمة عند الله، صلوا على رسول. وهو يوم القدير، وفيه تنصيب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ذلك اليوم الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله عليا إماما ووصيا على جميع الخلائق، فنادى: ألا من كنت مولى، فهذا علي مولى. اللهم والي من والى وعادي من عادى، وانصر من نصر واخذل من خذل، وأدر الحق معه حيثما دار، صلوا على. ينقل لما حج النبي صلى الله عليه وآله حجة الوداع وأتى إلى قدير خوف، هبط الأمين جبرائيل على رسول قائلا: العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، صلوا على. فأمر أن ينصب له منبار، فصعد عليه، حمد الله وأثنى عليه، وصلى على نفسه الزكية ونادى بصوت عال: معاشر الناس الأئمة من بعدي 12، أولهم علي بن أبي طالب، تسعة من صلب الحسين، آخرهم قائم آل محمد محمد، صلوا على. عند ذلك وانت ويا نادى بصوت عالي: يا علي. فأتى إليه فمسك بيده قيام، فرفع يده حتى بان بياض ابطيهما، كل واحد يمسك ايد الثاني ويرفع ايده، فرفع يد امير المؤمنين حتى بان بياض ابطيهما، واحد يجي شلون بعد، حتى بان بياض ابطيهما، فنادى: من كنت مولاه فعلي مولاه.
مو صوتك أعلى وعادي. بعد بعد من كنتوا من كنتوا فعلي مولا اللهم والي وعادي من عادى وانصر واخذل وادر الحق معه حيثما دار اصلي أمرهم أن يسلمون على أمير المؤمنين وأول من أتى الأول والثاني وهم يقولون بخن بخن لك يا علي أصبحت مولاي وولا كل مؤمن ومؤمنة صلوا على رسول. فأنشد حسان بن ثابت وجعل يقول